بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولادي الدرس الثالث والاخير في الوحده الثالثه الدروس. ده درس ثالث في الوحده الثالثه، اسمه ايه؟ الصخور والمعادن. يبقى بيتكلم في وحده الارض والكون على درس الصخور والمعادن. عرفنا المره اللي فاتت ان الارض بتتكون من ثلاثه، القشره الارضيه، وكنا حاطين صوره البيضه المسلوقه علشان نقارن بين قشره البيضه والقشره الارضيه، وعرفنا ان القشره الارضيه عباره عن مجموعه من الصخور المتسنين لحد ما كونت سبحان الله. مش بس كده، العلماء قسموا القشرة الأرضية إلى جزئين، الزس التربة والأساس الصخري الصلبة. التربة الطبقة السطحية الخارجية اللي بنزرع فيها، تمام يا أولاد؟ والأساس الصخري الصلب ده الجزء السفلي. يبقى يقول كده مع بعض، القشرة الأرضية جزئين، جزء علوي وجزء سفلي. اسم الجزء العلوي التربة، واسم الجزء السفلي الأساس الصخري الصلب. طب التربة هي الجزء العلوي من القشرة الأرضية، طب مالها مفتتة قليلة السمك؟ طب خدنا تعريفها قبل كده، خدنا في سنة خمسة. التربة هي الطبقة السطحية الرقيقة المفتتة المفككة من القشرة الأرضية، تمام؟ تمام. طب لو قالك اديني صفات ليها، عد، مفتتة، مفككة، محدودة، قليلة السمك يعني نحيفة. طب بتتكون من ايه التربة؟ خليط من المعادن والمواد العضوية المتحللة وجذور نباتات بالإضافة للمية والهواء. يبقى كوكتيل جميل جدا. كوكتيل منين؟ من المعادن والمواد العضوية المتحللة وجذر نبات والمية والهواء. أما الجزء بقى اللي بيليه هو الجزء السفلي من القشرة الأرضية. طب ده بيقع فين؟ أسفل التربة، يعني بعد الطبقة الرقيقة المفككة. طب ودي صخور إيه؟ صلبة متماسكة غير مفككة، وبيتكون من الصخور بأنواعها المختلفة. يبقى الأساس الصخري تلاقي في الصخور بأنواعه المختلفة. طب إيه تعريف الصخور؟ هي مواد صلبة طبيعية توجد في القشرة الأرضية وتتكون من معدن واحد أو مجموعة من المعادن. يبقى ممكن تلاقي الصخور كلها معدن واحد أو خليط من مجموعة من المعادن. تعال للتعريف تاني نقوله، الصخور هي الطبقة السطحية المفتتة المفككة من القشرة الأرضية. طب الصخور هي مواد صلبة طبيعية توجد في القشرة الأرضية. طب بتتكون من إيه؟ يا إما من معدن واحد يا مجموعة معادن. علل، يسهل امتداد الجذور بتاعة الأشجار في الجزء العلوي من القشرة الأرضية. يعني إيه؟ يعني جذور الأشجار بتحب الطبقة العلوية بتاعة التربة، بينما يصعب امتدادها في الجزء السفلي. أظن كل عرف الإجابة بالنظر، لأن الجزء العلوي ده قشرة أرضية مفتتة مفككة، بينما الجزء السفلي ده صخرية صلبة. تروحي فين في الصلب وتروحي فين في الصخري؟ امشي هنا ما تمشيش هنا. طب تعالى بقى لدرسينا المهم، تصنيف الصخور. العلماء يا أولاد قسموا الصخور لثلاث أنواع. What is this؟ ثلاث مجموعات، صخور نارية، يا ساتر، صخور رسوبية، والتالتة صخور متحولة. نارية ورسوبية ومتحولة، والورايا صخور نارية ورسوبية وصخور متحولة. تاني، صخور نارية ورسوبية وصخور متحولة. نمسك واحدة واحدة ونتكلم عليها. من أول النهاردة هناخد حاجة فيها الصخور النارية. كلنا عارفين إن باطن الأرض في اللب الخارجي، تمام؟ تمام. اللب الخارجي ده بيبقى فيه معادن منصهرة شديدة السخونة. طب لها اسم، المجمة أو الصهير، يعني جاية منين؟ من المصهور. المجمة أو الصهير دي بتبقى موجودة فين؟ في اللب الخارجي الباطن الأرض. طب دي عبارة عن إيه؟ معادن منصهرة شديدة السخونة. طب أمال دي هتطلع إمتى؟ عند حدوث البراكين، البركان يا أولاد. تقوم تندفع المادة المصهورة اللي هي المجمة اللي بتبقى موجودة تحت القشرة الأرضية، تقوم طالعة لفوق. طب لما تطلع لفوق سبحان الله تملى الشقوق والفتحات والفجوات اللي في القشرة الأرضية. اديني مثال، ادي صورة قطاع عرضي في الأرض، بص كده، شايف اللي باللون الأحمر ده؟ أحمر منين؟ من الالتهاب، من الصهير اللي هي فيه، من السخونة والحرارة. طب لما تيجي تطلع في أثناء حدوث البركان بتملى مين؟ بتملى الشقوق. شايفين الفراغات؟ أي فراغات تملاها، تملى الشقوق. جميل جميل. بعض المواد المنصهرة دي تخرج إلى سطح الأرض في صورة حمم بركانية تسمى اللافا. اللافا طب اسمها بالعربي طفح سطحي، طفح.
لا قدر الله، عارف انت واحد يكون عنده مرض جلدي ويطلع على السطح كده بثور او فقاقيع او خراريج مثلا، دي يسموها برضه طفح بس مش جلدي، طفح سطحي. طب اسمها اللافا، طب عباره عن ايه؟ حمم بركانيه بتطلع على سطح الارض بعد المواد المنصهره. طب الحمم البركانيه دي لما تبرد تكون الماجما، واللافا تتكون من الصخور الناريه. عندما تبرد كل من الماجما واللافا تكون الصخور النارية. يبقى لو حد سألك هي الصخور النارية أصلها إيه؟ أصلها عبارة عن الماجما وعن اللافا اللي هو الطفح السطحي بس برد بعد ما طلع على سطح الأرض. طب تيجي نعرف كل واحدة لوحدها؟ يلا، ما هي الماجما وما هي اللافا؟ الماجما هي مادة شديدة السخونة وغليظة القوام، شديدة السخونة غليظة القوام، توجد في بطن الأرض. طب اللافا هي الماجما بس إمتى؟ لما وصلت وطلعت لسطح الأرض، ولما طلعت في صورة حمم بركانية. تمام؟ حد فهم قصدي؟ لا ما فهمتش. وهي جوه اسمها المجمى. طب لما طلعت كطفح على سطح الأرض اسمها اللافا، لقيناها بردت والجاية من صخور نارية. تمام. أنواع الصخور النارية، العلماء قسموا الصخور النارية على أساس مكان التكوين بالنسبة للقشرة الأرضية إلى قسمين. النارية نوعين يا أولاد، صخور نارية جوفية وصخور نارية سطحية. طب ايه الفرق؟ جوفية يبقى كونت في جوف الارض، سطحية يبقى طلعت مع الحمم البركانية. علشان كده بقول لك ان التقسيم تم على اساس ايه؟ مكان التكوين. اللي اتكون جوه قوي يبقى جوفية زي المية الجوفية، واللي اتكون بره يبقى السطحية. طب وجه المقارنة عناوينه ايه؟ كيفية التكوين، ازاي كونت، الملمس بتاعها ايه، مكان التكوين فين، وكمان اديني امثلة لاسم الصخور. كيفية التكوين، مكان التكوين، والملمس والأمثلة. حلوة؟ تاني، كيفية التكوين يعني إزاي؟ مكان التكوين يعني المكان، والملمس والأمثلة. تعال نشوف كيفية تكوين الجوفية. قال لك المجمى بتبرد في أعماق القشرة الأرضية ببطء، تاخد وقت بطيء لما تبرد، فتأخذ المعادن المكونة لها وقت طويل للتبلور. يعني إيه التبلور؟ إنها تبقى على هيئة بلورة، لذلك تكون بلوراتها كبيرة الحجم، بتبقى كبيرة لو شفتها بالعين. طب ليه كبيرة؟ لأنها خدت وقت طويل في التكون. تمام يا جماعة؟ أدي كيفية التكوين. طب بالنسبة لللافا، قال لك تبرد اللافا على سطح القشرة الأرضية سريعا، خلاص هي طلعت على السطح فبردت بسرعة، فتقوم المعادن اللي كونتها تاخد وقت قصير عشان تعمل بلورة، علشان كده لا ترى بالعين المجردة لأنها بتتم بسرعة وصغيرة الحجم. يبقى نخرج من دول بسؤالين على اللي هيقولنا كمان شويه. ليه البلورات كبيره في الصخور الجوفيه؟ لانها تاخذ وقت طويل للتبلور فتكون البلورات كبيره. طب ليه هنا البلورات بتبقى ايه صغيره؟ لانها خدت وقت قصير ما لحقتش، فالكميه بتبقى صغيره الحجم. طب بالنسبه للملمس، الملمس بتوع الصخور الجوفيه، قال لك انت نسيت ان احنا قلنا حجم البلوره كبير، يبقى النسيج بتاعها خشن، عامله صخور، يبقى تظهر بالنسيج الخشن، لان حجم البلوره كبير. هنا اللي طلعت على السطح ذات نسيج املس، لان حجم البلوره بتاعت المعادن صغير، يبقى حتى حجم البلوره اتحكم في الملمس، حجم كبير يبقى خشن، حجم صغير يبقى املس. طب اماكن التكوين، من اسمها جوفيه يبقى تتكون في اعماق القشره الارضيه. ليه؟ لأن المعادن بتتجمع فتكون كتل ضخمة من الصخور اللي بتغطي مساحات شاسعة الأرض، حيث تظهر على هيئة طفح صخري حوالين جوانب البركان. طب اديني أمثلة للصخور الجوفية. صخر الجرانيت، مش يقول لك الحتة دي جرانيت؟ أو الجرانيت ده من الصخور الإيه؟ الجوفية. ويقول لك دي صخر البازلت، البازلت، أو ده صخور إيه؟ بركانية. تمام؟ يبقى عندي مثال ومثال، أدي وجه المقارنة. تعال نشوف التعليلات على اللي إحنا شرحناه. ليه بيختلف خواص النارية المتكونة من تبريد المجمى عن تلك المتكونة من تبريد اللافا؟ اللي بيرد في المجمى تحت غير اللي بيرد في اللافا بره. نقول له السبب، لأن المجمى تبرد فين؟ في الأعماق بتاع القشرة الأرضية ببطء، فتأخذ وقت طويل من المعادن، فتأخذ وقت طويل للتبلور وتكون البلورات كبيرة وإيه؟ وخشنة. طب اللافا بردت فين؟ بتبرد على السطح من بره سريعا، فالبلوره بتاخد وقت قصير للتبلور فتكون صغيره الحال، الملمس صغيره الحجم وملساء.
علل للصخور البركانية فيها فجوات على هيئة حفر صغيرة دائرية. ليبص الصخر من صخور البركان يلاقي فيه فتحات حفر صخور البركانية. إمتى؟ لما الدنيا تكون إيه، برد، عند انخفاض درجة الحرارة أثناء تكوين الصخر. الصخر عشان يتكون لازم يحصل برودة، فبيحصل تنفيس للغازات فتخرج من الفجوات دي من الحمم البركانية. علل حجم البلورة في معادن النارية بيستغرق زمن غير اللي بتستغرقه في التبلور. ليه؟ لأن كلما استغرقت المعادن المكونة للصخر وقت طويل يبقى البلورة أكبر حجما، والعكس صحيح، تاخد وقت طويل تبقى أكبر حجما، تاخد وقت قصير في التبلور تبقى أصغر حجما. تعالى مقارنة جميلة، قارن بين صخر الجرانيت وصخر البازلت. صخر الجرانيت ده منين؟ من نوعه، نوعه ايه؟ ناري جوفي، انما ده ناري سطحي او بركاني لانه اتكون على السطح، يبقى ده في الجوف ده في السطح، ادي النوع. طب بالنسبه للتكوين، طالما ناري جوفي يبقى جاي من المجمى اللي بردت في الشقوق وفجوات القشره الارضيه. طب ده سطحي يبقى جاي من الحمم البركانيه لما يبرد على سطح الارض اللي هو اللافا يا ولاد. طب بالنسبه للون صخر الجرانيت تلاقيه باللون الوردي او الرمادي. صخر البازل تلاقيه داكن، لونه داكن غامق. طب حجم البلورات في الجرانيت كبيره الحجم وترى بالعين. طب ليه كبيره؟ لانها خدت وقت طويل في التبلور. هنا صغيره الحجم ولا ترى بالعين لانها خدت وقت قصير في التبلور. طب وجه المقارنه بين الصخرين، النوع والتركيب واللون وحجم البلورات. النوع والتركيب واللون وحجم البلورات. تعالى مقارنه اخرى باستكمال صخر الجرانيت وصخر البازل، اماكن الوجود في مصر. الجرانيت ده موجود فين؟ في الصحراء الشرقيه وشبه جزيره سيناء، حته دراسات. طب البازل تلاقيه في ابو زعبل وابي رواش والفيوم. يبقى هنا بيتكلم على مين يا جماعه؟ على الاماكن اللي بيستخرجوا منها. الاماكن الجرانيت صحراء شرقيه وشبه جزيره سيناء، البازل ابو زعبل وابو رواش والفيوم. تعالى لمميزات الجرانيت. ايه المميزات اللي عند الجرانيت؟ انه تقيل وخشن وصلب متماسك صعب الكسر كأنه أصلي. طب وبالنسبة للبازل تلاقي فيه فجوات صغيرة على هيئة حفر دائرية وتلاقيه أملس، وبرغم إنه أملس ولكنه ناشف شديد الصلابة. تمام. نيجي للمعادن اللي كونته. صخر الجرانيت ده جاي منين؟ قال لك ثلاث معادن دخلوا في تركيبه، الكوارتز والفيلسبار والميكا. الميكا دي ممكن نلاقي منها نوعين، يا فاتح يا غامق. دول ايه يا ولاد؟ معادن. كم معدن؟ ثلاث معادن دخلوا في تركيب الجرانيت، الكوارتز والفلسبار والميكا. طب ايه المعادن اللي دخلت في الايه؟ في البازلت، الاوليفين والبيروكسين والفلسبار. برضو ده مشترك هنا وهنا. تاني، اوليفين بيروكسين فلسبار، ثلاث معادن اساسيه دخلوا في البازلت وثلاث معادن اساسيه دخلوا في الجرانيت. طب اديني امثله توضيحيه. شايف اللون ده؟ او صخر ايه؟ جوفي. وده جرانيت جوفي اهو. دي مين؟ دي شرائح الكوارتز. ده شكل مين الالوان دي؟ الاوليفين. وهنا البازلت، وده صخر سطحي مكون على السطح. عرفته منين؟ من الفجوات والاخرام اللي موجوده عليه. دي امثله توضيحيه. نيجي لمين؟ اخر شريحه معانا، علل. يعتبر الجرانيت من الصخور الناريه الجوفيه. يبقى نقول صفاته، صفات حاجة نارية ايه هي؟ النسيج خشن، حجم البلورات بتاع المعادن كبير. ادي كم عنصر؟ عنصرين، نسيجه خشن، حجم بلورات كبير، ياخد وقت طويل. السؤال الثاني، ليه البازل صخر ناري بركاني؟ اقول له لانه جاي بعد ما اتجمدت اللافا التي تخرج على سطح الارض. المجمى اتحولت للافا، اللافا جمدت عملت صخر البازلت يا ماهر. علل، نسيج الجرانيت خشن، ايه السبب في خشونته؟ لان حجم بلوره المعادن عنده كبيره، كل ما كان الحجم كبير يدي خشونه، كل ما كان الحجم صغير يدي ايه؟ املس. علل، يمكن ان انا اقدر اميز بلورات معادن الجرانيت بالعين على عكس بلورات معادن البازلت. البلورات بتاع معادن الجرانيت تقدر تميزها بالعين، لكن معادن البازلت لا. ليه؟ لان بلورات معادن الجرانيت احجامها كبيره، بينما البلورات الثانيه احجامها صغيره، فتتعب العين في التمييز. يا رب يا اولاد الجزء الاول من درس الصخور والمعادن يكون سهل وبسيط ومفهوم، محتاج مذاكره ومحتاج ترتيب معلومه علشان نقدر نستفيد بيه.